لعب مباراته الأولى النهاردة في بطولة شمال أفريقيا أمام المنتخب الكيني، ومنتخب مصر بيفوز 1-0 على منتخب كينيا في البطولة المقامة في مصر وتحديدا في الإسكندرية في برج العرب. معانا على التليفون الكابتن هشام عبد المنعم مدرب منتخب مصر للشباب. طيب هيجي لنا على التليفون دلوقتي. منتخب مصر يا جماعة النهاردة كان بيلعب في نفس توقيت مباراة النادي الأهلي في بطولة شمال أفريقيا، البطولة مهمة جدا في أول احتكاك أفريقي لمنتخب الشباب اللي اتجمع بس من حوالي بنتكلم في 50 يوم تجمع. كل شهر كان بيكون في تجمع بداية من شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير ومارس، والبطولة هي أول احتكاك لمنتخب الشباب ومباراة مهمة جدا. هنعرف أكتر تفاصيل وهنتكلم أكتر مع الكابتن هشام عبد المنعم مدرب عام منتخب مصر الشباب. يا كابتن هشام برحب بحضرتك. كابتن هشام السلام عليكم. أهلا وسهلا، ازيك كابتن عمر؟ ازي حضرتك كله تمام؟ ازيك كابتن عمر، ازي حضرتك موفق إن شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طبعا ببارك لمنتخب مصر للشباب النهارده فوزه في أولى لقاءاته الأفريقية أمام المنتخب الكيني في أول مباراة في بطولة شمال أفريقيا. عايز أعرف من حضرتك رأيك الفني في المباراة، وعايز أعرف بشكل عام ده عرف الجمهور الفرق الموجودة في شمال أفريقيا، وأيضا عايز أعرف لقاءات منتخب مصر الفترة اللي جاية هتكون أيام إيه ضد منتخبات مين يا كابتن؟ والله كابتن عمر الحمد لله، يمكن النهارده كانت اول مباراه تجريبيه تعتبر دوليه، اول مباراه دوليه لينا بعد يمكن احنا عملنا قبل كده حوالي 5 معسكرات. يمكن عمر هذا المنتخب حوالي 50 يوم كنا بنعمل كل شهر 10 ايام، واول احتكاك رسمي او يعتبر مش رسمي تجريبي لينا ودي في مباراه دوليه النهارده. يمكن الحمد لله انتهت بفوزنا في الوقت الضايع بهدف حرزه محمود صبر عبد المحسن، وبرضه كابتن ربيع النهارده يمكن يعني بيجرب كذا اكثر من لعيب، لان احنا لسه كابتن عمر بنعمل ونعد في المنتخب، والكابتن ربيع الفتره الجايه دي بيحاول يجرب اكثر من لعيب، ولسه احنا ما استقرناش او ما وصلناش لمنتخب نواجه بيه، ولكن الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته. يعني النهارده يمكن رغم ان الكابتن ربيع مش راضي على الاداء، ولكن يمكن في اكثر من 8 اهداف ضايعه، 8 فرص مؤكده ضاعت من اللعيبه دي، لان برضه الحمد لله مسيطرين على المباراه. ومجرد نهايه المباراه الكابتن ربيع يستعد للمباراه اللي جايه، لان احنا هنلعب بعد 48 ساعه يوم الاثنين عندنا مباراه ثانيه مع تنزانيا. بدا استعدادها يمكن من يوم مبكرا للكابتن بالاستشفاء للعيبه، ويمكن النهارده سابهم فري شويه على اساس ان هو يحضروا المباراه، ودخلوا على النوم عادي الساعه 10:30، ومن بكره ان شاء الله عندنا تمرين والماتش ان شاء الله يوم الاثنين باذن الله. كابتن هشام عايز اعرف باقي لقاءات منتخب مصر، هل منتخب مصر عنده لقاءات بعد مباريات كينيا وتنزانيا، ولا المنتخب بيختتم استعداداته في الدور الاول بلقاءين كينيا وتنزانيا؟ يا كابتن هشام عايزين نعرف الجمهور البطوله والفرق المشاركه فيها ومشوار منتخب مصر ايضا. ممكن البطوله 5 فرق، يمكن طبعا مصر وتنزانيا والجزائر والمغرب. يعني منتخب مصر لسه متبقي له بعد تنزانيا لقاءين امام المغرب والجزائر. عندنا يوم 12 ان شاء الله مع الجزائر، ويوم 14 ان شاء الله مع المغرب. يعني هل ممكن نقول ان بطوله يا كابتن هشام مهمه في توقيت مهم، وممكن منتخب مصر يستفيد منها بشكل كبير بعد ال 50 يوم اللي حضرتك قلت عليهم واتجمعتوا فيهم؟ هل ممكن نحكم على شكل المنتخب بعد البطوله، ولا لسه الكابتن ربيع والجهاز الفني مع حضرتك طبعا والكابتن عبد الستار لسه بتحطوا ملامح المنتخب ولسه بتستقروا على الشكل النهائي لمنتخب مصر؟ لا والله لسه طبعا الكابتن ربيع، يمكن كابتن عمر يمكن الفتره اللي فاتت الكابتن ربيع جاب يعني لف مصر كلها من اسوان لاسكندريه، يمكن كان فيه تجمعات في منطقه القاهره، منطقه القاهره كانت في 6 مناطق، وكانت في اسكندريه برضه 6 مناطق. يمكن هو اتفرج الربيع والجهاز على حوالي اكثر من 28 منطقه، يعني من اسكندريه والقاهره ثم المنصوره الدقهليه وفي الصعيد المنيا، وكانت شمال الصعيد وجنوب الصعيد كانت في الجونه برضه. يمكن شفنا خلال هذه الدوره حوالي اكثر من 840 لاعب،
وقبل كده كاس العربية حوالي شفنا اكثر من 1200 او 1600 لعيب في الفتره الاولانيه، يمكن اكثر من 2200 لعيب الكاس العربية لغايه الان بيشوفهم، ويمكن من خلال جولتنا وجوله الكاس العربية في دور بطوله المناطق على مستوى الجمهوريه، يمكن هو تقرع على حوالي اكثر من 80 لعيب هيعمل لهم الفتره الجايه الكابتن برضه، يعني هيحاول يصفي منهم ويختار منهم افضل العناصر. ودايما كابتن ربيع الفتره دي لسه طبعا احنا مع كابتن عمر ما استقرناش على منتخب، لسه منتخب وليد، وكابتن ربيع منتخب باب المنتخب مفتوح لجيل 2002 و2001، لسه ان شاء الله باذن الله كابتن عايز يعمل منتخب قوي ليكون يعني نواه لمنتخبات اخرى ان شاء الله بعد كده يستمر، سواء كان منتخب اولمبي او فريق اول باذن الله. يعني يا كابتن مباراه تنزانيا هتكون يوم 8، بعديها هيكون مباراه يوم 10 امام المغرب على ما اعتقد، ولا الجزائر يا كابتن؟ لا عندنا الجزائر ان شاء الله تبقى يوم الجمعه يوم 12/4. يعني عندنا يوم 8 ويوم يوم الاثنين، يعني خلاص ما فيش اثنين وجمعه. ان شاء الله يا كابتن هشام كل التوفيق لحضرتك ولمنتخب مصر للشباب. انا عارف ان حضرتكم بتستعدوا لتصفيات امم افريقيا اللي هتكون السنه اللي جايه في نفس التوقيت سنه 2020 ان شاء الله، بدايه لامم افريقيا اللي هتكون في عام 2021، وايضا اللي بتؤهل منتخب مصر الى كاس العالم ان شاء الله 2021. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا كابتن هشام عبد المنعم مدرب منتخب مصر للشباب.